كنت معارض مش معارض. طيب خلينا نشوف على سكايب استاذ امير يوسف، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار. استاذ امير مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حضرتك سامع النقاش اللي كان داير؟ اه طبعا يا فندم. اولا انا برحب بكل الضيوف اللي مع حضرتك تمام في الاستوديو، وقبل اي حاجه انا بقول الحمد لله على كلمه النقيب محمد الحايس، لان فعلا يعني القوات المسلحه بتبذل مجهود كبير جدا. اما اذا كان على موضوع النهارده فانا في ملاحظه بس في البدايه. طبعا انا قدامي شاشه مع شايف متابع الحوار مع حضراتكم حتى وانا بتكلم دلوقتي. انا شايف ان في صوره طالعه كرمز للمصريين الاحرار، وده طبعا شيء انا مش قابله تماما. احنا حزب مؤسسي، احنا حزب ما بنقومش على فرد واحد، ولا احنا حتى عملنا يعني كان في صراع على السلطه او شيء من هذا القبيل، ولكن احنا ما كناش في شركه، واحنا كنا داخلين تطوع، واحنا مش موظفين عند حد. دي اول جزئيه. ثاني جزئيه ان احنا ما بنغادرش السلطه، احنا بنساند بلدنا، احنا بندعم بلدنا، احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نكون جزء صغير، ان احنا نكون سبب في نشوف بلدنا كويسه جدا. طيب استاذ امير، استاذ امير في الجزئيه دي احنا دلوقتي بنتكلم عن عن تجربه المصريين الاحرار في البرلمان. في البرلمان اما انك تبقى مؤيد للنظام او للحكومه، او اما انك تبقى معارض. هنا حزب المصريين الاحرار يرفض ان ينضم لا للمعارضه ولا للمؤيد للحكومه. يا فندم انا هقول لحضرتك حاجه، احنا اوريدي اصلا يعني مفيش حاجه اسمها ان انت مؤيد او انت معارض. احنا بنشوف امور كتيره، يعني احنا في وقت من الاوقات كنا بالنسبه للناس معارضين جدا لما كنا بنأيد تماما قانون الخدمه المدنيه، في حين ان كان الجميع بيرفضوا ونواب كتير بيرفضوا، لكن كان نواب المصريين الاحرار وكان قياده المصريين الاحرار كانت بتاكد على اهميه قانون الخدمه المدنيه. وبعد كده طلع المصريين الاحرار هو الصح في الاخر. فاحنا بالنسبه لنا لما بنشوف اي خطا، لما بنشوف اي شيء سلبي، احنا بنقدم وجهه نظرنا بصوره يعني بصوره منظمه جدا، بندرسها كويس جدا. احنا عندنا مكتب فني بيدرس امور كتير وبيقدمها للساده النواب عندنا، احنا عندنا اكبر كتله برلمانيه. طبعا انا مش هخش، بس انا لسه هرد على جزئيه معينه لما كان بيتقال دلوقتي ان احنا يعني جبنا ناس ولبسناهم طاقيه المصريين الاحرار. لا احنا كان بس ده يا استاذ امير اسمح لي، يعني ده وقت الانتخابات البرلمانيه احنا كنا متابعين الكلام ده، فعلا في ناس ما كانوش ينتموا للمصريين الاحرار ووقت الانتخابات لانهم نازلين على قوائم المصريين الاحرار. طب انا بس هقول لحضرتك جزئيه صغيره، اذا كنا احنا النهارده بنتكلم عن الشباب، فاللي دخلوا البرلمان هم شباب المصريين الاحرار. احنا كان في ناس افاضل وناس شخصيات هايله جدا طلبوا ان هم ينضموا للمصريين الاحرار، واحنا كنا بنعمل استبيان. الاستبيان ده كان بيورينا مين الافضل في موجود يقدر يخدم القضيه بتاعتنا، يقدر يخدم مبادئ المصريين الاحرار. وبالفعل كان بيتم التواصل، وعند الاقتناع اي كان في عندنا مبادئ معينه لازم او مواصفات معينه اي حد، بدليل ان احنا كان في نواب كتير جدا كنا متاكدين تمام ان هو ناجح، وبالفعل هو نجح، لكن هو كان ضد مبادئ المصريين الاحرار، او كان هو يعني مش هقول يعني ما كانش هو مناسب ان هو يكون موجود داخل المصريين الاحرار، فكان بالفعل ما يتمش التواصل معاه حتى لو كان الكرسي بتاعه مضمون. طيب. فده ردا على الكلام اللي كان بيتقال. انا ارجع لحضرتك مره تانية، بس اسمحوا لنا دلوقتي نخرج نشوف اراء بعض الشباب في واقع الاحزاب في مصر الان.